صندوق لدعم صناعة المحتوى. حاضنة للمؤثرين تطرح لأول مرة تفاصيل دعم صناع المحتوى العرب ب 150 مليون درهم. بيه زي أي حاجة يعني سلاح ذو حدين. أنا مش صانع محتوى، أنا المحتوى بتاعي هو شغلي. I'm very happy for this. بالشكل ده انطلقت فعاليات قمة المليار متابع، الملتقى العالمي الأكبر لصناع المحتوى الرقمي على وسائل التواصل الاجتماعي، واللي حصلت في متحف المستقبل وأبراج الإمارات في دبي بتنظيم من أكاديمية الإعلام الجديد. أهلاً بكم في دولة الإمارات العربية المتحدة، دولة الإمارات التي تضم أكبر عدد من الإعلاميين في المنطقة العربية، أكبر عدد من المنتجين، أكبر عدد من الشركات، واليوم تضم أكبر عدد من صناع المحتوى. علي أهلا وسهلا فيك معنا بإي تي بالعربي، وشكرا كتير لاستضافتكم لإلنا اليوم، لاستضافة كبار صناع المحتوى من مختلف أنحاء العالم. نشكركم على تواجدكم معنا اليوم في قمة المليار متابع النسخة الثانية، نقدر نقول إن الحمد لله نجحنا فيها. استضافت أكثر عن 7500 مشارك، منهم 3000 صانع محتوى، أكثر من 195 متحدث، إجمالي متابعينهم 1.8 مليار متابع. ومش بس كده، فمفاجأة اليوم الأول من الصمت كانت الإعلان عن إطلاق الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم صندوق بقيمة 150 مليون درهم من أجل دعم صناع المحتوى. خبريني هذا الديسيجن والقرار كيف اتخذتوه، وشوي تفاصيل أكثر عنه. ما يخفى عليكم دائما بتوجيهات ودعم الشيخ محمد بن راشد الله يحفظه، هو لما تم إعلان قمة المليار ذكر الشيخ محمد بن راشد الله يحفظه أن قمة المليار متابع ترسخ مكانة دولة الإمارات كمنصة عالمية لصناعة الإعلام الرقمي، والإعلان اليوم نحن جدا سعيدين فيه وفخورين أن يكون في صندوق لدعم صناعة المحتوى ولدعم الموهوبين في هذا المجال. والنهاردة خلال جلسة محمد الجرجاوي وزير شؤون مجلس الوزراء في الإمارات اتكلم أكتر عن تأثير المبادرة دي على صناعة المحتوى. كأن نحن عندنا حاضنة للمؤثرين تطرح لأول مرة، مثل ما عندنا حاضنات للأمور الثانية. هو مقر دائم، كأن كل واحد عنده شركة خاصة به، كل واحد اللي يحتاج تمويل وفكرته مجدية يتم تمويله، يتم تدريبهم، يتم تطويرهم. ونقدر نقول ان الدورة دي كانت قوية جدا، فاستضافت اهم الاسماء زي باسل يوسف اللي شارك في الصامت دي بالتوك عنوانها The Dark Side of Social Media. Vanity is definitely my favorite sin. شو برأيك هو Dark Side of Social Media؟ الدارك سايد بتاع السوشيال ميديا او الجانب المظلم من السوشيال ميديا، انت تخلي الايجو بتاعك ان هو يسيطر عليك، لان هو دي الطريقه اللي هو الايجو بتاعك بيسوقك في السوشيال ميديا. لما انت تبطل تركز في الموضوع ده هوت وتركز اكتر في سعادتك انت مش منظرك والايجو بتاعك، اعتقد ان ده الموضوع بيبقى احسن. السوشيال ميديا قد ايه عطتك كريدت لاسم باسم يوسف؟ السوشيال ميديا كان ليها طبعا مميزات كبيره جدا، هي سبب انها شهرتني، وفي نفس الوقت هي سبب انها شهرت ناس كتير جدا، وهي سبب انها اتعست ناس كتير. فهي زي اي حاجه يعني سلاح ذو حدين. وده بالظبط كان راي احمد ابو هشيمه اللي تواجد في اليوم ده وشارك في جلسه كل مؤثرا. السوشيال ميديا على قد ما فيها ممكن في ناس بتضايق منها وفي ناس بتبقى مزعجة في بعض الأحيان، على قد ما هي ليها إفادات كبيرة جدا جدا جدا. أنا مش صانع محتوى، أنا المحتوى بتاعي هو شغلي. كنت على السوشيال ميديا فأنا بقدم شغلي، سواء شغلي من ناحية الصناعية، سواء شغلي اللي بنقدمه في التنمية الاجتماعية والعمل الإنساني، سواء شغلي اللي بنقدمه لمساعدة الشباب، ودي حاجة أنا بتشرف بيها. شو رأيك بكل الشباب الدكاترة والمهندسين اللي عم بيسيبوا تخصصاتهم وعم بيتجهوا لصناعة المحتوى على السوشيال ميديا؟ صراحة بشوف إن واحد تعب في حياته ودرس كتير قوي وفي الآخر يبقى دكتور أو مهندس ويسيب المهنة بالكامل ويروح، بس يشوفها حاجة غريبة. بس يمكن هو بيكسب فلوس أكتر وهو عارف هو بيعمل إيه. أنا أكون من دكتور متفوق طالما تعبت في كلية الطب وأتعب في المهنة بتاعتي وأتفوق وأطور من نفسي، من وجهة نظر الشخصية أحسن من أنا أغير الكارير خالص واروح ابقى صانع محتوى. هو بيشتغل دكتور وبيقدم برامج تخص الطب على السوشيال ميديا، دي طبعا حاجه محترمه جدا. بس في ناس عم بتجوا على السوشيال ميديا لانه مكسب الفلوس فيها اكتر، فانت من خبرتك هل هذا صح ان الواحد يركض ورا وين في مكسب فلوس اكتر؟ طالما حاجه شرعيه ليه لا،
انا بس صعبان عليا سنين اللي ضيعها في التعليم. وقتال امبارح كانوا مستنيين خابي العيم اللي كسر الصمت وقدم حوار صريح ومفيد من خلال تجربته الخاصه. You don't say any words, all the people can understand your video. How are you today? Yeah, I'm very good, thank you so much. How excited are you to be here in the 1 billion summit? Yeah, I'm very excited to be here. I think they will be an amazing day. Okay, and you have a lot of fans in Dubai. Yeah, I have. I'm very happy for this. I see a lot of people here. It's amazing. Very good. Okay, can you do the signature move for us? Have a wonderful day. You too, thank you. أما الانبهار فكان بعرض Mind to Mind اللي تفاعل معاه الحضور بشكل كبير. رجعوا يقدموا عرض خاص لإي تي بالعربي واحنا ما صدقناش اللي حصل. Pull something from your pockets, could you? You want me to pull it for you? Yeah. Okay. Because I've got so many things in my pocket. There you go. Now, will you tell me what this is if you can? Yeah, that's a lanyard. Of course it is. What else do we have? Can you tell me what this is? That is a phone. Oh. And I think it's an iPhone. Will you tell me something about the phone, please? Yes, let's try something with this phone. Hold it face down onto your palm. And now please gently touch the back. And as you do that, I will try to sense the remaining battery percentage. And I believe this phone is charged to either 74% battery at this moment. All right, that's true. Okay. 76, correct? Sorry, what did you say? 76. Very, very close. Very close. 78%. 78? Nearly there, nearly there. Will you tell me what this is, please? Yes, this looks like something quite small, like almost like a SIM card. Perfect. Can you tell us what this is? Yes, this is a... Yes, that's even smaller. That's a SIM tool. That is a SIM tool. Oh my God! Absolutely. Oh my gosh! You guys have to see that. Look.